وفي إطار فعاليات مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة الذي يقام تحت رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى تواصلت على ميدان قرية البحرين الدولية للقدرة منافسات بطولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة وشهدت منافسات اليوم الاول حضور سمو الشيخ فيصل بن راشد ال خليفه نائب رئيس اللجنه العليا للمنظمه لمؤتمر واهو، رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسيه وسباقات القدره، بالاضافه الى رئيس المنظمه العالميه للخيل العربيه الاصيله السيد بيتر بوند وعدد من اعضاء اللجنه التنفيذيه للمنظمه واعضاء الجمعيه العموميه من وفود الدول المشاركه. وتوج سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفه برفقه رئيس منظمه الواهو وعدد من اعضاء اللجنه المنظمه الجياده والمهور الفائزه من جميع الفئات المشاركه حيث كان التنافس على اشده من قبل الجياد والمربين ومالكي الاسطبلات والخيل العربيه من داخل البحرين وخارجها واشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفه بالمستوى المميز التي ظهرت به الجياد البحرينيه في البطوله مؤكدا انها تعزز السمعه العطره عن البحرين وتحديدا ان منافسات المسابقه جرت بحضور حشد من وفود الدول العربيه المشاركه في مؤتمر المنظمه العالميه للخيل العربيه الاصيله واهو. وبين سمو الشيخ فيصل بن راشد ان البطوله تحتل اهميه كبيره في اطار تعزيز التنافس بين مربي وملاك الخيل العربيه الأمر الذي من شأنه أن يصب في خانة الجهود الدولية التي تبذل من أجل حماية أنساب الخيل مشيدا بالعروض التي تقام من تقديم الاستبلات والجياد والمهور المشاركة